السلام عليكم، مرحبا بكم في بليزير كويزين. اليوم ان شاء الله فيديو جديد ووصفة جديدة. نتمنى ان شاء الله تلقاكم في صحة جيدة. بالنسبة للوصفة ديال اليوم ان شاء الله غادي تكون دي كريب بطريقة جديدة ومتميزة. نتمنى ان شاء الله تعجبكم. ندوزو دابا للوصفة. غادي نحتاجو بيضة، جوج فروماجات اولا جوج المثلث، كاس ديال الدقيق، كاس ديال الحليب، شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، جوج معالق ديال الزيت. فانا هنايا درت لكم صورت نصف ديال الكميه. بالنسبه ليا انا درت جوج ديال البيضات. والحاجه غادي نديرو بيضه، غادي نزيدو عليها الدقيق عفوا الحليب، غادي نزيدو كاس ديال الدقيق، وغادي نحاولو نطحنو كلشي. الى عندنا خليط متجانس غادي نزيدو جوج معالق كبار ديال الزيت، وغادي نزيدو الملحه والابزار، وغادي نزيدو جوج ديال المثلثات ديال الجبن اولا جوج فروماجات. غادي ناخذوا قريعه بحال هكا، ممكن تستعنوا بقرعه عاديه ديال الماء وتقبوا الغلاقه ديالها على حسب المتوفر. في المقله اللي ما كتلصقش غادي نديروا دوائر بهذا الشكل كما كتشوفوا عشوائيين، فقط في الجهه اللي غادي نديروا الحشوه تكون شويه عامره بالعجينه هكا. كنخليوها شويه فوق البوطه وكنقلبوها، راه سهله وكتجي رائعه وشكل مختلف ومتميز. كنستمروا بهذا الشكل. كما قلت لكم الخطوط كتكون عشوائيه باش كتعطي شكل هكا كيما جا كيكون زوين. صراحه كنصحكم انكم ديروها لان الشكل كيجي زوين زوين بزاف في الطبيله هكا محطوط، وفي نفس الوقت ما كتكونش العجينه بزاف. نقصوا شويه ديال العجينه ما امكن، فهاد الشكل كيخلينا ناكلو شي حاجه اللي تشهيناها كميه اللي قليله. غادي نستمروا بحال هكا تنكملوا الخليط ديالنا كامل.
كما سبق وقلت الحشوة نعطيكم فقط اقتراحات. عندي هنايا بصيلة مقطعة قطع صغيرة، عندي خيزو تا هو مقطع قطع صغيرة، والقرعة تا هي ممكن تحكوهم. عندي شوية ديال الكفتة، عندي شوية ديال الملحة والإبزار، عندي شوية ديال الهريسة والخردل أو الموطارد، وشوية ديال الصوص صوجا. أول حاجة غادي ناخدو مقيلة غنديرو فيها البصيلة، وغادي نزيدو الخضرة خيزو، وغادي نزيدو القريعة. نديرو لهم التوابل الهريسة والخردل أو الموطارد، شوية ديال الإبزار عفوا والملحة، والصوص صوجا. نديرو شوية ديال زيت الزيتون، نديرو فوق نار مهيلة. ما شحرت بصيلة وخيزو وقريعة غنزيد عليهم شوية ديال لي زيبينا أو السبانخ اللي مقطعين قطع شوية صغيرة عشوائية، غنديرهم فوق البوطة مهيلا يتشحرو واحد جوج دقايق تقريبا، ونزيد ليهم الكفتة. ملي غادي نزيد ليهم الكفتة اون فوا تجمع ليا نحس بالكفتة طابت شوية صافي نحبس. ما كملنا لي كريب والحشوة، خليناها تبرد واحد شوية باش ما تقطع ليناش لي كريب، وغادي نبداو نرويوهم بحال سيجار عادي جدا. غناخدو كريب وحده، غادي نديرو شويه ديال الحشوه وغادي نلويوها بحال هكا. صرا ساهله، واخا تبان لكم متقبه بحال هكا راه ما كتخرجش الحشوه الا عرفتو تلويوها مزيان. كنستمروا بحال هكا حتى كنكملوا العجينه ديالنا عفوا لي كريب ديالنا والحشوه. الحشوه فكما كنقول لكم ديما، انا فقط كنقترح عليكم ممكن تستعملوا الدجاج، ديروا ديك الرومي المدخن او لادانت فومي مع الفروماج، ممكن تستعملوا اي حاجه اللي كتبغيوها، كيبقى الامر اختياري. وغادي نستمروا بحال هكا تنكملوا العجينة ديالنا كاملة. هاد الشكل كيجي راقي ومتميز. ممكن مثلا الا بغيتوهم يجوكم مقرمشين ممكن تتعمروهم ودير لهم شويه ديال الفروماج او الجب المبشور ودخلهم الفران، حتى هي كتجي زوينه. فانا هنا اكتفيت بان نستعملهم غير هكاك بلا ما ندخلهم الفران. يكون هذا هو الشكل النهائي ديال الكريب اللي درنا مالحين بحشوه لذيذه. نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم، يكون الشكل ديال الكريب عجبكم. الى عجبكم ما تنساوش ديروا لايك وبارطاج علاش لا، وخليوا لي كومونتير زوين الى عجبكم الفيديو. بصحه وراحه.